دائما كنآمن أن دعم الشباب مهم جدا، وحيت كنشوف حاجة ديال الشباب ما كنبقاش نفكر بزاف، كنقول خصني نكون وخصني ندعم وخصني نشارك وخصني نشجع. فهذا هو علاش أنا حاضر هنا لهذا الأصواري وهذا المشروع اللي غادي يكون مزيان إن شاء الله. الجديد كاين جديد هو سلسلة الفلوكة اللي غادي تكون في القناة الأولى، اللي تكون مباشرة في الفطور. نتمنوا تعجب الناس ونتمنوا تكون في المستوى ديال الجمهور. وكاين عمل ساهمت به في القناة الأولى اللي غادي يدوز من بعد رمضان، اللي هو شوك الورد، سيناريو وإخراج مراد الخوضي، مشاركة خويي عبد السلام بوحسيني، مهدي فلان، نادية عيت، إلهام وعزيز، طارق البخاري، أيوب أبو الناصر، جلال بوفطيم، يعني واحد العدد كبير ديال الممثلين. هي دائما خاص تكون عندنا ديك يعني توقف محارب، ما يمكنش تبقى غير خدام بلا تفكير، خاصنا نبداو نخدمو ونفكرو. ولا درنا واحد شويه ديال التعني مهم جدا، لان خاصك تفكر وخاصك تقدم شي حاجه في المستوى. كنقول لكم رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، والله يوفقنا جميعا، والله يحفظ هذه البلاد من اي حاجه خايبه، من اي حاجه اللي غادي تصيب هذه البلاد، لا بنات الشرفه، بنات بلاد الاولياء، بلاد الناس ديال الكرام. فبلادنا نتمنوا دائما تبقى في سلم وسلام. انا تفرج، وحنا لعبنا مع فرقه ماشي صعيبه بزاف، كنا ممكن نربحوا ونربحوا بحصه كبيره. العلم عند الله. نقول لهم كونوا مغاربه صافي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.